ألا وإني قائل يا معاشر المسلمين لهؤلاء الذين يروجون المخدرات، كانوا من البارونات الكبار أم من التجار الصغار الذين كما يقال يبيعون تجزئة لأبناء المسلمين لأجل إفسادهم؟ أقول لهؤلاء الذين يروجون المخدرات: أما تتأملون فإنكم تعتبرون معولاً في أيدي الأعداء وخدمةً لهم في تنفيذ مخططاتهم وحربهم على الإسلام وأهله. وللأسف الشديد أنتم تنتسبون إلى دين الإسلام الذي الأعداء يحرصون على حربه، والعياذ بالله. أما يكفيك هذا يا من تبيع المخدرات زاجراً لتنتهي حتى لا تكون خادماً لأعداء الإسلام؟ ثم إنه أليس لك غيرة على بلادك التي تعيش فيها حتى تكون عوناً لأعداء بلادك الذين ينشرون هاته السموم لأجل إفساد ساكني هاته البلاد بالمخدرات والمسكرات؟ يا من تبيع المخدرات، ألا فاعلم أنك على خطر عظيم. إن من أفسدته من أبناء المسلمين وكل من تعاطى المخدرات وكنت أنت السبب لما بعته إياها وأفسدته، والله المستعان، أنك تأخذ مثل إثمه، أنك تأخذ مثل إثمه. كل من تعاطى المسكرات والمخدرات وأنت المتسبب في ذلك فإنك تأخذ مثل إثمه، والعياذ بالله. وهو أمر عظيم عباد الله، والله إنه يكفي زاجرا أن تأخذ آثاما لم تفعلها بل تسببت فيها. آلاف بل عشرات من الآلاف بل مئات من الآلاف من المسلمين خاصة من شبابهم يتعاطونها وأنت المتسبب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه الإمام مسلم. يا من تبيع المخدرات، اعلم هداني الله وإياك أن ما تجنيه من مال في تجارتك في بيع هذه السموم هو سحت لا خير فيه ولا بركة فيه، بل إن أردت أن تتعبد الله عز وجل به فإنه لا يقبل منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأمر الأفظع من هذا حين تعلم بأن هذا السحت تأكله فينبت منه اللحم، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال في رواية أخرى: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. وعيد شديد وزاجر رهيب يا معاشر المسلمين، يدعو المرأة إلى تحري الحلال واجتناب الحرام واجتناب اكتسابه كذلك. يا من تبيع المخدرات، اعلم هداني الله وإياك أنك تنال من دعوات المظلومين الشيء الكثير. تلك الأم التي أفسدت ابنها فرأته مدمنا على المخدرات تدعو الله عليه، والأب الذي سمع بتعاطي ابنه للمخدرات يدعو الله عز وجل عليه. بل إن بعض من تعاطى المخدرات وتورط مع هاته السموم حين يفيق يعلم عظم المصيبة التي وقع فيها، بل أوقعته فيها يا من تبيع المخدرات، لأنه ما وقع فيها إلا بسببك، فإنه يدعو الله عز وجل عليه. والمسلمون جميعا في بلاد الإسلام يرونك عونا لأعداء الإسلام في تنفيذ مخططاتهم فيدعون الله عز وجل عليك. إنها دعوات المظلومين التي لا يردها رب العالمين ويجيبها ولو بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ألا فتب إلى ربك جل وعلا. يا من تبيع المخدرات ويا من تتعاطاها، بادر بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي دعاك إلى ذلك فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الله عز وجل يتوب عليك ويفرح بك يا عبد الله،
وهو جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يا معاشر المسلمين، ليس شيء سببا لمغفرة الذنوب كلها سوى التوبة إلى الله عز وجل من الشرك والكفر إلى أصغر الذنوب. يغفر الله جل وعلا الشرك والقتل والزنا وشرب المسكرات والمخدرات وتعاطيها وبيعها، كله يغفره الله جل وعلا لمن فر إلى ربه تائبا إلى مولاه، يفرح الله عز وجل به ويبدل سيئاته حسنات. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما من ذنب إلا ويغفره الله لمن تاب إلى الله جل وعلا منه. وخير أيام عمرك لتعلم أيها التائب إلى الله عز وجل أنه يوم التوبة، يوم توبتك ورجوعك إلى الله هو خير أيام عمرك. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم تاب الله عز وجل عليه: أبشر بخير يوم، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فإنها بشارة عظيمة تدعو كل مذنب ممن يبيع المخدرات أو يتعاطاها، بل كل من أذنب ووقع في المحرمات، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يفرح به، ويوم توبته هو خير أيام عمره. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يتقبل توبتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهد مروجي المخدرات، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم يا ربنا أعنهم على ترك المتاجرة في هذه السموم. اللهم وفق كل مبتلى قد تعاطى المخدرات والمسكرات إلى تركها يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا وفقهم للتوبة وتقبلها منهم يا رب العالمين.